كذلك على الاهتمام، شكرا كذلك على انكم كتهتموا كشباب. انا كنشوف امامي شباب تبارك الله متطلع لمعرفه بلده ولمعرفه ملكته وحضارته العميقه في التراث العالمي. بعد الشكر تنعتقد بانه حضرتوا معنا لهذه المشاركه الطيبه ديال مؤسسه مفتاح السعد للرأس مال مدينة المغرب، اللي كنعتبروها فضاء لنقل المعارف والمهارات ديال الجيل عاش هذه المعارف والمهارات، اللي هو جيلي، نقل هذه المعارف والمهارات لجيلكم الشباب المتطلع لمعرفه بلده لافتخار بها لوضعها في مكانتها اللائقه بها. فكنحاولوا جميعا جيل قديم وجيل حديث وجيل متطلع ان نضع يدا في يد لنسير في الامام طبقا للمنظور الملكي السامي الذي اضاف واعطى مكانه عاليه افريقيا وعربيا واسلاميا للمملكه المغربيه الحديثه، جريا على اجداده الكرام وجريا كذلك على بعد ما اخذ المغرب الاستقلال ديالو في نطاق الدوله الحديثه. فانتم شفتوا تبارك الله ملي كنفتحوا شي باب ديال التعرف او كنفتحوا شي نافذه التعرف على هذه الحضاره المغربيه العريقه، انتم تشوفوا تبارك الله الناس المغاربه كيف متشوقين لمعرفه بلادهم، كيف متشوقين على معرفه ما حضرتهم، كيف متشوقين كذلك على القرب ما بين هذه البصمات اللي تركها اجدادهم. بمناسبه المعرض الدولي للكتاب نشكر وزاره الثقافه على هذا المجهود، نشكر اداره المعرض الدولي للكتاب انه الحمد لله ربي سبحانه وتعالى سهل شاركنا في العام في السنه الماضيه وشاركنا هذه السنه الحمد لله. طبعا طموحاتنا اكبر من مشاركتنا، ولكن هو عمل جماعي وهذا الفضاء الوطني اللي كيحمل الصبغه الدوليه تنحاول كل ما امكن تكون عندنا فيه بعض البصمات اداء لواجبنا الوطني، لان هذه البلاد عطتنا كل شيء كنحاولوا نردوا لها نقطه من البحر اللي عطتنا ليه. الف شكر. اولا اهميه هذه الندوه التي تنظمها مؤسسه مفتاح السعد للتراث اللامادي بشراكه مع وزاره الثقافه، انها اولا تحاول ان تقرب هذا التراث الى جميع يعني الشرائح الاجتماعيه العمريه، اقصد يعني سواء تلاميذ او طلبه او اساتذه جامعيين او باحثين او مهتمين بالتراث اجمالا، من اجل تملك هذا التراث، لان تملك التراث يجعلنا ندخل يعني من باب المصالحه مع تاريخنا مع حضارتنا، التعرف على هذه الحضاره على جوانب القوه في هذه الحضاره، لانها اولا من جانب القيمي التعرف والاعتزاز بالحضاره يخلق لدى الانسان رغبه في خدمه وطنه والاعتزاز بالوطن الذي هو ايضا يعني محرك لنقل عاطفي من اجل المساهمه في التنميه الشامله للوطن. ثم من ناحية أخرى التراث اللامادي والمادي أيضا المغربي يتعرض للقرصنة من بعض الجهات يعني المعروفة لا داعي لذكرها، ليست حتى لا نكرمها ولا نشرفها بذكرها. هذه الجهات أيضا يعني هذه الندوات تساهم في توعية الناس أو المواطنين المغاربة بصفة عامة بأهمية الحفاظ على 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 تراثهم، وأيضا هي مناسبة ل يعني استضافة الباحثين والمتخصصين والخبراء في جميع في شتى أصناف ألوان التراث اللامادي. مثل ما شاهدتم اليوم خلال الندوة كان أحد المحاور حول القفطان وحول اللباس التقليدي المغربي وحول أنواع هذا اللباس وتفاصيله الدقيقة من السبنية إلى قفطان إلى الدفينة إلى الحزام إلى الشربيل إلى غيرها من الخصائص لهذا القفطان المغربي، بالإضافة إلى الحايك الجلابة إلى آخره. يعني كانت هذا التعريف من قبل الخبراء يجعل أولا يعني هذا التراث في معزل او نقول حمايه من نوع خاص من خلال الاعلام ومن خلال التعريف به حتى لا تتم قرصنته. ثانيا ان هذا التعريف يساهم في ربما خلق فضاء للنقاش من اجل يعني مقترحات قد يعني يدعم بها المجتمع المدني ويدعم بها الخبراء والمثقفون والجامعيون يدعمون بها برامج وزاره الثقافه الغنيه من اجل تعزيز يعني توثيق وتصنيف وترتيب وحمايه هذا التراث. لانه كما ربما تابعتم اثناء الندوه ممثلة وزارة الثقافة تحدث عن 13 عنصر من عناصر التراث اللامادي التي تم تصنيفها وترتيبها على مستوى اليونيسكو.
اليونسكو، وهناك 14 عنصر آخر في طور في اللائحة التمهيدية قبل الوصول إلى التصنيف النهائي. نذكر من ربما الجميع يعرف مؤخرا تم تصنيف التبوريضة وهو الفن فنون الفنون الحرب المغربية وركوب الخيل وما يرتبط به من صناعات تقليدية السرج وغيرها من 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 الصناعات التقليدية. وطبعا هناك العديد يعني في هذا المجال في مجال التراث اللامادي من العناصر، نذكر موسم طنطان مثلا إيموغار، نذكر الفنون المرتبطة بالأرجان وصناعة الأرجان إلى آخره وغيرها من العناصر التي تم تصنيفها في القائمة التي ذكرت، القائمة 13. ولكن هذه الندوة اليوم أيضا لديها مساهمة المجتمع المدني من خلال مؤسسة مفتاح السعد للتراث اللامادي التي تقترح أيضا، يعني هي قامت بمجهود جهود جبارة منذ 2014 إلى الآن، منها يعني توثيق في كتب في مجلد كبير جدا، يعني نوعا أنواع كثيرة وعناصر كثيرة من التراث اللامادي، وتقوم بمجهودات على مستوى الخطارات والعناصر اللامادية المرتبطة بتوزيع الماء والتحكم في تقنيات الماء التي توارثناها منذ قرون في هذا البلد وغيرها من العناصر التي تسعى إلى حفاظها. وطبعا هناك مقترحات وأفكار كثيرة، من بينها أيضا يعني دعم أو إنشاء مسالك جامعية للبحث في التراث المادي في الجامعات المغربية، وربما يعني ممكن أن توقع حتى اتفاقات مع الجامعات المغربية في الجهات الـ12 من أجل تخصص كل جامعة في التراث المادي لجهتها، أولا لجرده، نفض الغبار عنه، يعني تعريف به على المستوى الجامعي الأكاديمي، وإنشاء الأبحاث التي على أساسها سيتم التصنيف من أجل الحماية من القرصنة الدولية ومن أجل مصالحة المواطن المغربي معها. طبعا هناك أيضا أفكار أخرى كثيرة ربما سيتم بلورتها في مذكرة موجهة إلى المعنيين بالأمر على مستوى المؤسسات الدولة، وهي إنشاء صندوق لحماية التراث اللامادي، إنشاء وكالة وطنية تعنى بالتراث المادي وغيرها من الأفكار والمقترحات التي لازالت جنينية في بتعاون مع الجامعات المغربية ووزارة الثقافة. طبعا شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.